أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، أكد أهمية وجود خطة تمويلية بهدف التكيف مع التغيرات المناخية. وأضاف شكري خلال جلسة مبادرة السعودية الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أن الدول الإفريقية تسهم بنسبة انبعاثات تمثل 4% فقط، ولكنها تأثرت كثيرا بكل الأحداث المناخية التي حدثت في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أهمية التمويل في فرص وتوفير الفرص للتخفيف والتكيف المناخي. التحدي خاصة في البيئة الاقتصادية الحالية، وأن هناك الكثير من الضغوط، ولكن كما قال نجاة سواء كانت صعوبات اقتصادية أو صعوبات سياسية، فإن إذا لم نعترف بوجود هذه الصعوبات فإننا نعزل هذه المناقشات عن آليات التنفيذ، وكذلك تكون بمعزل عن الظروف، وستعيق أي طرف من الأطراف من العمل، وسيكون وضعا صعبا. يجب أن نستكمل تركيزنا على التنفيذ وأن نوفر التمويل المليار دولار كإظهار الثقة والالتزام، ونحن بحاجة إلى هذا التمويل من أجل وكذلك تعزيز تمويل التمويل المقدم من القطاع الخاص للمنشآت الحكومية. كذلك نحن بحاجة إلى إصلاح البنوك المتعددة من أجل خفض التكلفة وتوفير الحوافز من أجل مشاركة أكبر للقطاع الخاص. ومرة أخرى، فإن المسألة الرئيسة هنا هي وجود إطار تشريعي، ويجب أن نرفع هذه الطموحات أثناء مؤتمر الأطراف هذا ومؤتمر الأطراف القادم 28، وفي كل مؤتمر أطراف يجب أن نستطيع أن نبين هذا للجمهور. لقد أتيت من اجتماع خاص بالشعوب الأصلية، هذه الشعوب الأصلية تأثرت بشكل كبير، أصبحت هذه المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم، هذه ليس سياق للتفاوض، سياق طبيعي، ولكن نحن بحاجة إلى أن نضع مصلحتهم في المقدمة، لأن تغير المناخ يؤثر على معيشة هؤلاء الشعوب الأصلية والسبل حياتهم، ونحن لدينا مسؤولية إنسانية مشتركة، ونحن بحاجة إلى أن تنفيذ عمليات حقيقية يكون لها أثر حقيقي على الإنسان.